أسبوع واحد بعد مصادقة البرلمان على قانون الموازنة لسنة 2018، أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات تتجه نحو الارتفاع. ارتفاع سعر الخبز من 10 دنانير للرغيف إلى 15 في بعض ولايات الجزائر يقلق منظمات المجتمع المدني، منظمات رأت فيه مؤشرا على استمرار تآكل القدرة الشرائية للجزائريين البسطاء. خاصية الخبز في الجزائر أنها مادة مدعمة، بمعنى أن أسعارها بمرسوم تنفيذي لا يمكن لأحد أن يزيد فلسا عليها. إذا ما رأينا يعني أن هنالك مطالب برفع هامش الربح وهو مطلب المشروع، سوف يكون بإذن الله دون المساس بسعر الخبز. سعر الخبز كبقية المواد واسعة الاستهلاك محكوم بأسعار المواد التي تدخل في صناعته، مواد مستثناة في غالبيتها من الدعم الحكومي باستثناء الطحين، أمر قلص من هامش الربح لدى الخبازين. أما بقية المكونات الأخرى اللي تدخل في صناعة الخبز كلها ارتفعت أسعارها ممكن 5 مرات و6 مرات في 10 سنوات الأخيرة. قرار رفع سعر رغيف الخبز من جانب بعض الخبازين يأتي في سياق حزمة من التدابير تضمنت زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود لتوفير 600 مليون دولار للخزينة العمومية. ارتفاع سعر رغيف الخبز ولو بصفة غير رسمية من شأنه أن يرشح مواد استهلاكية للارتفاع هي الأخرى، بينما جيب المواطن البسيط أعجز من أن يواجه التهابا متوقعا في الأسعار وانكماشا غير مسبوق في القدرة الشرائية. حسن تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر.